يا هلا فيكم في ترند. أغنية تهنئة في البحرين غناها الفنان قدير أحمد الجميري عام 1986، وهي من كلمات المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، واليوم تعيد هيئة البحرين للسياحة والمعارض نشر الأغنية بأسلوب جديد للإعلان والتعريف عن حملتها القادمة اللي تحمل نفس اسم الأغنية. نتابع معاكم جزء من هذه الأغنية الخالدة اللي ترجم فيها جمال البحرين، تاريخها وطيبة أهلها. نتابع. قصة أغنية تهني في البحرين ترحيبية، ترحب بالناس وبعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا بيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند أغنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. اهني في البحرين لا دنيا تشغلهم ولا. نشر الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون في تويتر فيديو توضيحي لطريقة لبس الكمامة القماشية والطريقة الصحية لغسلها دون أدنى أي ضرر. نتابع معكم الفيديو. اليوم كل فرد بالعالم يحتاج للبس الكمام سواء كان مصاباً أو لا، وبما أن المصادر المتاحة لا تكفي الاحتياج، أتت فكرة الكمامة القماشية وهي كافية جداً للحماية أثناء المخالطة الاجتماعية، ويمكنك عملها من قطعة قماش أو شال أو بندانة شعر أو حتى من الشماغ أو قميص قطني، ولكن بشرط أن تكون الكمامة من عدة طبقات وباستخدام قماش قطني ومريح لتحقيق الكفاءة العالية، ويجب أن تكون قابلة للغسيل أكثر من مرة. وعند ارتدائك للكمامة يجب أن تتأكد من أنك ترتديها بالطريقة الصحيحة، وذلك بتغطية كامل الأنف والفم، وأن تتمكن من التنفس بسهولة عند ارتدائها، وتتأكد من عدم انزلاقها عند التحدث أو الانحناء، ولا تلمسها أثناء استعمالها، وكذلك لا تنسى غسلها بعد كل استعمال. التقط الشاشة الآن لتحفظ معلومات غسل الكمامة القماشية وتنبه من حولك. حفظكم الله من كل مكروه. فتحت دار الأوبرا الإسبانية أبوابها لتقديم حفل موسيقي ولكن من نوع خاص جدا، حيث تم استبدال الجماهير بمشاتل النباتات ووصل عددهم 2292 نبتة على مقاعد الأوبرا. الحفل الموسيقي اللي أقامته الأوبرا للنباتات بدلاً من البشر مثل ما تشوفون في الشاشة هو رسالة لرفع الوعي بأهمية الجمهور، ويهدف إلى تعميق الحوار بين الموسيقى والفنون البصرية على حد قول القائمين به. دقيقتين و15 ثانية هي مدة الفيديو الأكثر انتشاراً وتداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي وثق معركة شرسة حدثت بين غواص محترف وسمكة قرش على سمكة تونة اصطادها خلال غوصة قبالة سواحل نيوزيلندا، واللي انتهت بانتصار الغواص. انتابع. أعلنت عملاقة صناعة التكنولوجيا الأمريكية أبل خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2020 عن النسخة الأحدث من نظام تشغيلها iOS 14، واللي يتضمن مجموعة من التحسينات الكبرى اللي طال انتظارها والمقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل، مثل تحسين عناصر الشاشة الرئيسية واللي ممكن تكون لأول مرة بهذه الطريقة، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل السيارة بالهاتف وتسهيل الوصول لتطبيقات الشراء والنقل، وأيضاً لغات جديدة للترجمة وغيرها من المميزات. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. أتمنى لكم أوقات سعيدة تقضونها في البيت مع من تحبون. مع السلامة.